ليش ما خلوكم الاسلاميين تكونوا تشكلون حكومه؟ ايران وامريكا وقضتنا ولهذا هم مشويه ايران غير. امريكا هم كانت معارضه لتوليك رئاسه الحكومه في 2010 بشكل فظيع عجيب. ليش امريكا؟ لربما ايران اكو اسباب، امريكا ليش كانت معارضه؟ هي من اجل ايران. من اجل ايران؟ طبعا. يعني كان اكو اتفاق وتوافق ايراني امريكي على عدم توليك؟ طبعا. هم بدنا من ايام الحرب العراقيه واسقاط صدام كان اكو تعاون امريكي ايراني.